السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم بموضوع في مادة العلوم الطبيعية والحياة للسنة الأولى متوسط. نبدأ على بركة الله في الوضعية الأولى. رأى التلميذ في السنة الأولى متوسط يملك أخا له أحمد في السنة الرابعة. الجدول التالي يبين الاحتياجات الغذائية اليومية للطفلين رائد وأحمد. إذا بالنسبة للبروتينات، أحمد يحتاج 70 جرام، أما رائد 100 جرام. الدسم، أحمد يحتاج 37 جرام ورائد 75 جرام. الجلوسيدات أي السكريات، أحمد يحتاج 310 جرام ورائد يحتاج 580 جرام. أملاح معدنية، أحمد يحتاج 1.8 جرام ورائد 3.2 جرام. الفيتامينات، أحمد يحتاج 0.174 جرام ورائد يحتاج 0.181 جرام. المجموع كليا، أحمد يحتاج 417.9 جرام ورائد 758.3 جرام. السؤال الأول، عرف الراتب الغذائي. الراتب الغذائي هو كمية الأغذية اللازمة لتلبية الاحتياجات المادية والطاقوية لجسم شخص خلال 24 ساعة. إذا التمرين الأول، سؤال الجواب الأول، الراتب الغذائي هو كمية الأغذية اللازمة لتلبية الحاجات المادية والطاقوية لجسم شخص خلال 24 ساعة أي يوم. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. نمر للسؤال الثاني، حدد العامل الذي تحكم في الراتب الغذائي عند الأخوين. الراتب الذي تحكم أو العامل الذي تحكم في الراتب الغذائي هو العمر. إذن بما أن رائد أكبر من أخيه أحمد فهو يحتاج إلى راتب غذائي غني أكثر من راتب أخوه الأصغر. إذن العامل هو العمر. السؤال اللي بعده، استنتج نوع الراتب الغذائي لأحمد ورائد. الراتب الغذائي اللي يحتاجه كل من أحمد ورائد هو راتب النمو. إذن راتب النمو، أنا نعطيكم الإجابات باختصار. إذن سؤال رابع، حدد دور كل من الجلوسيدات والبروتينات في العضوية. دور الجلوسيدات في العضوية هو إنتاج الطاقة، أي دورها طاقوي، أما دور البروتينات دور النمو. إذن جيم 4، الجلوسيدات إنتاج طاقة، البروتينات نمو. إذا نمر للتمرين الثاني، السنخ الرئوي في قسم من فصوص الحويصل الرئوي يحدد بغشاء رقيق على سطح شبكة من شعيرات دموية، وفي داخل السنخ هواء كما توضح الوثيقة الأولى. السؤال الأول، أعد رسم الوثيقة وأكمل البيانات. إذا نحن غادي ندير البيانات مباشرة، لا داعي لإعادة الرسم. إذا البيان الأول هنا، إذا هنا عنا في البيانات هواء الشهيق اللي هو الهواء اللي يدخل للرئة، وهنا هواء الزفير اللي يخرج من الرئة. إذا هواء الشهيق عفوا يكون محمل بغاز الأوتنين اللي هو الأكسجين، وهواء الزفير اللي يخرج من الرئة يكون مليء بالCO2. أما هذا عبارة عن سنخ رئوي أو حويصل رئوي.
تحصين خرئوي، وهنا عنا هنا شعيرة دموية، هذه اللي راهي تحت السنخ، شعيرة دموية، وهنا دم وارد وهذا دم صادر. إذن هذا بالنسبة لبيانات الرسم. هنا عندنا في البيانات هنا هواء الشهيق وهنا هواء الزفير اللي يدخلوا كلاهما في السنخ الرئوي، وتحت السنخ الرئوي كاين الشعيرة الدموية اللي يدخل لها دم وارد ويخرج منها دم صادر. وهنا عندنا الغاز اللي تطرحه الشعيرة الدموية اللي ترميه في السنخ الرئوي ليخرج من الرئة عبر هواء الزفير اللي هو غاز CO2، وهنا الهواء اللي تديه يديه الدم للجسم اللي هو غاز الأوسنين. نمر للسؤال اللي بعده، ما هي الوظيفة الحيوية التي تتم على مستوى السنخ الرئوي؟ إذا الوظيفة الحيوية التي تتم على مستوى السنخ الرئوي هي وظيفة المبادلات الغازية التنفسية أي التنفس. إذا جيم 2، الوظيفة التي تتم على مستوى السنخ الرئوي هي المبادلات الغازية التنفسية. نمر للسؤال اللي بعده، أكمل المعادلة التالية. إذا عندنا غذاء زائد مادة تعطينا مادة زائد CO2 زائد مادة. إذا هنا عندنا غذاء زائد الأكسجين اللي هو O2 يعطينا طاقة زائد CO2 زائد بخار الماء أو H2O. رابعا، استنتج معنى التنفس. معنى التنفس هو إنتاج الطاقة اللازمة لنشاط العضوية، وذلك باستعمال العناصر الغذائية في وجود ثنائي الأكسجين. جيم 4، معنى التنفس هو إنتاج الطاقة اللازمة لنشاط العضوية، وذلك باستعمال العناصر الغذائية في وجود غاز ثنائي الأكسجين. إذا نمر بعدها للوضعية الإدماجية. في حصة الرياضة البدنية سقط سمير على الأرض وهو يعاني نوبات صعوبة التنفس وسعال حاد وآلام في الصدر والكتف. أسرع طبيب المدرسة لفحصه فتبين أنه مصاب بسرطان الرئة، ونتائج الفحص مدونة أسفله. إذا تحليل عن الوثيقة الأولى أو السند الأول، تحليل الدم يبين وجود مادة النيكوتين. الوثيقة الثانية رعنا صورة للرئتين. الوثيقة الثالثة رعنا رسم توضيحي لأسناخ الرئوية وشعيرات دموية داخل الرئة. السؤال الأول، ما هو المرض الذي يعاني منه سمير وما هي أعراضه؟ إذا هنا دائما في الوضعية قلت لكم نستخدم مصطلح بالاعتماد على، هنا الإجابة راهي في السياق. إذا بالاعتماد على سند الوضعية، المرض الذي يعاني منه سمير هو سرطان الرئة، وأعراضه هي نوبات صعوبة التنفس وسعال حاد وآلام في الصدر والكتف. إذا بالاعتماد على سياق الوضعية،
المرض الذي يعاني منه سمير هو سرطان الرئة. أعراضه نوبات، صعوبة في التنفس، وسعال حاد، وألم في الصدر والكتفين أو الكتف. إذن السؤال الثاني، فسر ظهور هذا المرض عند سمير. إذا ظهر هذا المرض عند سمير للإدمان أي التدخين. هنا تاني نستخدمه السند الثاني، إذا نقوله بالاعتماد على السندات الوضعية أو السندات المقدمة. أفسر سبب ظهور هذا المرض عند سمير بالإدمان على التدخين، وذلك مبين في نتائج تحليل الدم إذن التي توضح وجود مادة النيكوتين. إذن بالاعتماد على السندات الوضعية، أفسر ظهور هذا المرض على سمير بالإدمان على التدخين، كما توضح التحاليل الطبية للدم أي الوثيقة واحد. إذن السؤال الأخير للوضعية، قدم نصائح لتفادي أمراض الجهاز التنفسي. إذن لتجنب أمراض الجهاز التنفسي يجب علينا تجنب التدخين، ممارسة الرياضة لأنها تقوي عضلات القفص الصدري، الفحص الطبي عند ظهور إصابة الجهاز التنفسي، والتلقيح لاكتساب حصانة ضد الأمراض. إذن النصائح، تجنب التدخين، ممارسة الرياضة، الفحص الطبي عند ظهور إصابة للجهاز التنفسي، وأخيرا التلقيح لاكتساب حصانة ضد الأمراض. إذن هذا كان بالنسبة لموضوع اليوم في مادة العلوم الطبيعية. نتمنى تكونوا استفدتوا، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.